طبعا انا لفيت سلك هيك على الكوليكتور على اساس اني اعمل تماس بين كل اللمات، على اساس اني احطه على الجلولر يسخن شوي، واستطيع يسخن شوي عشان يطرى الورنيش اللي عليه شوية، واقدر اسحب العوازل اللي حطيتها انا، سكرت فيها باب المجرى، وعلى اساس افك الخيط الموجود كمان. هذا خيط انا ربطته والعوازل هاي انا حطيتها، فبدي اخليه يسخن شوية على اساس اني اقدر اسحبهم. طبعا بناخذ الخطوة، هذا خطوته 1/6، خطوته 1/6 زي ما حكينا 12 مجرى. بنربطه او بنلف عليه سلك، بنوصل سلك زي هيك وبنحطه على الكولكتور، وبنشغل الكولكتور زي ما انتم شايفين، وبنتركه شوية لحديت لغاية ما يسخن على اساس انه الورنيش اللي عليه يطرى. طبعا انا بسخنه هسه وبفك الخيط وبرجع لكم على اساس انه ناخذ توصيلة الكولكتور مع الملفات ونشوف زاوية الميل على اساس نسجل كل هاي المعلومات، ونقدر نرجع نعيد لفه كما لف الشركة. وانا على فكرة راح الفه بنفس طريقة الشركة متقابل، يعني راح الف ملف يمين من جهة اليمين، والف مقابله ملف بجهة الشمال، يعني راح الف في بكرتين نحاس، على اساس ما بدي اعمل له بالانس او توازن. هاي الطريقة اللي هي طريقة لف زي الشركة بتقلل جدا جدا من اهتزاز البوبين اثناء الدوران. يعني انا البوبينات اللي بتكون صغيرة بهذا الحجم ودورانها مش سريع، يعني هذا دورانه مكتوب عليه هو 2000 وشوية، 2150 دورة، 2150 دورة، يعني مش سريع كثير دورانه، فراح يكون الاهتزاز قليل أصلا. وأنا لما ألفه بطريقة مقابل بعض يعني زي لف الشركة راح يكون ما في اهتزاز إن شاء الله نهائيا، وأنا هيك بعملها وهيك بستعملها. أما البوبينات السريعة جدا فلازم تعملها بالانس، وحتى هاي لازم تعملها بالانس، لكن انا بصراحة ما بعمل بالانس لهاي البوبينات الصغيرة المش سريعة الغير سريعة، ما بعمل لها بالانس، بس بلفها بنفس طريقة لف الشركة وبتمشي ان شاء الله ما بدون اي مشاكل وبدون اي اهتزاز. خلوني اسخنه وافك الخيط والعوازل وارجع لكم ان شاء الله، خليكم معانا. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.